بونجور ا توس بيان فيني دان نوفيل فيديو معكم توفيق الكميري فيديو جديد. الا كنتي اول مره كتشوف لاشين ديالي ما تنساش دير ابوني. الا كنتي ديجا ابوني كنقول لك ميرسي بوكو. بالنسبه لهذا الفيديو غادي نبداو اول شابيتر في البيولوجي انيمال بعد ما حطيت لكم بلان دو كور، يعني شنو هما الدروس اللي غادي نقراو في البيولوجي انيمال اس 2. فحطيت لكم يعني البلان دو كور، فبدينا بالشابيتر الاول اللي هي لي غين دي بروتيس. بطبيعه الحال كيف ما وعدتكم انني غادي نحاول كل نهار تقريبا نحط لكم جوج ديال الفيديوهات، سواء البيولوجي انيماس والفيجيتال، سواء الشيمي اورغانيك، سواء لي جيولوجي انترن ولا اكسترن ولا الشيمي اورغانيك. المهم غادي نبداو تقريبا بهاد الشابيتر الاولى، غادي نشرحها لكم مزيان. يعني انا كنعطيكم الريزومي وكنعطيكم يعني الحوايج اللي مهمين في هاد الشابيتر، يعني كل شابيتر كنعطيكم الحوايج اللي خاصكم تعرفوهم وكونوا اكيدين في هذا الشيء اللي غادي تلقاو في لي زيكزام. نبداو اول حاجه نشوفوا التعريف ديال لي بروتيست. شنو هما لي بروتيست؟ لي بروتيست بوما بروميير فري سيلول سون لي بروميير اوكاريوت اوني سيلولار سيرتان سون اوتوتروف دوتر سون هيتيروتروف. يعني الا شفتوا التعريف ديالها راه بسيط، ولكن يعني في الشرح غنحاول نعطيكم الشرح ديالها، وتقدر مثلا نسولكم في لي زيكزام ولا تعطاكم على شكل كيو سي ام. المهم الشابيتر الاولى الشابيتر الثانيه ما كيركزوش عليهم بزاف صراحه، ولكن البارتي ديال لي زانفيرتيبري كيركزوا عليها بزاف. المهم راه يعني على حساب لي فاكولتي وكل بروف شنو كيحط. المهم بالنسبه للشرح ديالها قال لك هما يعني اول خلايا حقيقيه النواه، هما اول خلايا حقيقيه النواه يعني اوكاريوت، اوني سيلولار وحيدين الخليه، ويعني اوني سيلولار سيرتان سون اوتوتروف دوتر سون هيتيروتروف. شنو كتعني هذيك هيتيروتروف؟ انا غادي نشرح لكم هيتيروتروف، يعني كما كتقولوا بالعربيه غير ذاتي التغذيه. مثلا يعني العكس تاع اوتوتروف، يعني العكس ديالها هي اوتوتروف، هذا كيكون ذاتي التغذيه، يعني هذا غير ذاتي التغذيه. مثلا بحال الفوتوزويغ، يعني فهما يعني ما كيقدروش يديروا التركيب الضوئي ديالهم من راسهم، فخاصهم كيعتمدوا على شي كائن حي اخر باش يعيشوا بحال هكا. المهم هذا هو الشرح ديالها. ندوزو للبارتي الثانيه، قال لك لي غين دي بروتيس سو ديفيز جينيرالمون اون 3 بارتي. يعني هاد لي غين دي بروتيس فهو كينقسم لنا ثلاثه ديال لي جروب اللي هما لي بروتوزويغ، وعندنا لي بروتوفيت، وعندنا لي بروتوميسيت. هادو هما ثلاثه ديال لي جروبات اللي كنقاسم ليهم. كما كتعرفوا عندنا لي بروتوزويغ فهي افينيتي انيمال، وهادي افينيتي فيجيتال، وهادي افيك لي شامبينيون. يعني حنا كندرسوا يعني لا بيولوجي انيمال، فما غاديش نهضروا على هاد الجوج اللي هما بروتوفيت وبروتوميسيت، غادي نهضروا غير على لي بروتوزويغ اللي غادي نتعمقوا فيها مزيان، لحد العقاش عندها علاقه يعني بالانيمال. هادي هي اللي غادي نديروا عليها يعني تقريبا الدرس ديالها هو دابا غادي ننزلو غادي نلقاوه، يعني غادي نهضرو غير على لو بروتوزويغ. بالنسبه لنا الهابيتات دي بروتيست، يعني الاماكن اللي كتعيش فيهم، ولا يعني الاماكن اللي كتعيش فيهم يعني هاد لي بروتيست. قال لك هنا بيزوان دان ميليو هوميد لي زوسيان لي لاك سوسون دونك سوفون دي زورغانيزم اكواتيك. يعني قال لك هما يعني المكان ديال العيش هاد لي بروتيست فين كيعيشوا، ولا فين كيتبلاصاو، يعني فين البلاصه اللي كيمشيو ليها. هما كيعيشوا لنا في واحد الاماكن اللي هما رطبه، اللي هي هوميد، يعني هوميد مثلا بحال لي زوسيان اللي هما المحيطات، ولي لاك اللي هما دوك الضايات واقيلا بالعربيه. وهما كذلك واحد الكائنات اللي كتعيش كذلك في الماء، يعني هما اكواتيك، يعني كتكون كتعيش في الماء. دابا غادي ندوزو للبارتي اللي مهمه، هي لي بروتوزويغ اللي قلت لكم خاصنا نتعمقوا فيهم بزاف، والصراحه هاد البارتي كتحط بزاف في لي زيكزام. كما قلت لكم غادي نبداو بهاد الشابيتر الاولى اللي شفنا فيها لي بروتيست، يعني غنشوفوا اهم حاجه فيها اللي هي اولا كبيره اللي هي لي بروتوزويغ. لي بروتوزويغ خاصكم تكونوا عارفين الديفينيسيون ديالها. انا غنعطيكم الكاركتير جينيرو، يعني الكاركتير جينيرو ديالها كامله الا سولكم عليها، ولا قال لك عطينا الديفينيسيون. مثلا شنو هما لي بروتوزويغ؟ هما سون دي زورغانيزم اوني سيلولار اوكاريوت جينيرالمون ميكروسكوبيك بوفون ساسوسيي اون كولوني سون هيتيروتروف فيفون اكسكلوسيفمون دون لو او دو موان دون لا تير هوميد بريزونس دو سيلول دو تيب بوتونج. شرحوا حاجه باغ حاجه. نبداو اول حاجه، هما سون دي زورغانيزم اوني سيلولار، يعني وحيدين الخليه، او اوكاريوت يعني وحيدين الخليه ولديهم نواه حقيقيه. يعني ملي تسمع اوكاريوت راه لديهم نواه حقيقيه. جينيرالمون ميكروسكوبيك، يعني ما كيبانوش لينا بالعين المجرده، جينيرالمون ميكروسكوبيك بوفون ساسوسي اون كولوني سون هيتيروتروف. فهما غير ذاتيين التغذيه، يعني ما كيقدروش يديروا التغذيه ديالهم، كيف ما عطيتكم في المثال قبيله قلت لكم راه لي بروتوزويغ، يعني ما كيقدروش يديروا التغذيه ديالهم من روسهم، خاصهم يعتمدوا على شي كائن حي اخر. نكملوا
فيفون اكسكلوسيفمون دون لو، يعني فهما كما كتشوفوا غير ذاتي وكيعيشوا لنا في الاماكن الرطبه في الارض، يعني الاماكن الرطبه مثلا كما كتشوفوا هنا قال لك لا تيغ هوميد، يعني الاماكن الرطبه في الارض. وعندنا هذه بريزونس دو سولول دو تيبوتونت، ديجا يعني غتكونوا سمعتوا هذه السميه ديال سولول دو تيبوتونت وما عارفينهاش شنو هي ديفينيسيون ديالها مثلا، حيت راه كتحط حتى هي في ليزيكزامبل باغ لي ديفينيسيون. راه انا حاط لكم لي ديفينيسيون من بعد غادي نديرهم ان شاء الله بلي نساليو كاع لي كور، نحط لكم لي ديفينيسيون باش تحفظوهم، يعني لي ديفينيسيون لي تريز امبورطون اللي كيكونوا في البيولوجي انيمال. شنو هي سولول دو تيبوتونت؟ سولول كي اسيور توت لي فونكسيون فيتال، مثلا هي واحد الخليه اللي كتاسيوري لنا توت لي فونكسيون فيتال، سواء لا ديجيسيون سواء يعني لا ريسبيراسيون سواء ليكسيسيون، يعني اي حاجه متعلقه بكاع هاد لي فونكسيون، يعني هذه هي سيلول توتي بوبون. ويلا سولوكم مثلا على الكاركتير جينيرو يكفي تقول لي غير هاد الشيء بحال هكا، ولا تكمل لي هادي هادو ايل جوا ان رول امبورطون دو لا ناتور ايل ديتروزون بوكو دو باكتيري باتوجين بور سون نورير سو سو سون اوسي دي اجون دي بوتريفاكسيون. المهم هادشي اللي كاين في الكاركتير جينيرو ديالو، نشوف من بعد ستركتور ديالو. بالنسبه للستركتور ديال لي بروتوزوير صراحه ما عنديش شي فوطو نوري لكم، ولكن خاصكم ضروري تشوفوا الشكل ديالو، يعني تشوفوا الشكل ديال باراميسي جو بونس خاصكم تشوفوا بوليكوباس حتى تقدروا تلقاو الستركتور ديالو. ستركتور يعني هي البنيه ديالو كما قال لك هنا، ان بروتوزوير اي ان اورغانيزم فورمي دان سيلول افيك لا مومبران سيتوبلازميك لو سيتوبلازم لو نويو لي انكليزيون سيتوبلازميك لي تريشوسيست اي لي اورغانيت سيتوبلازميك، يعني هادشي يعني كيتكون لينا من خلايا وغشاء سيتوبلازمي الى اخره، هنا يعني هادشي هادي هي البنيه ديالو، يعني نقدروا نسولكم عليها ولا شي حاجه، يعني ضروري خاصكم تشوفوا شي فوطو يعني كتبين لكم هادشي يعني باش تحاولوا تفهموا شنو قلت لكم. دابا غادي نشوفوا ثالث حاجه هي لا ريسبيراسيون، يعني لا ريسبيراسيون ديال لو بروتوزوار، يعني شنو كنقصدوا بلا ريسبيراسيون، حيت غادي تبقاو تسمعوها في كاع يعني كاع لي كور جايين غتبقاو تسمعوا لا ريسبيراسيون ليكسبيراسيون. لا ريسبيراسيون هو التنفس ديال، يعني قال لك لا ماجوريتي دي بروتوزوي لا ماجوريتي دي بروتوزوير اي ايروبي لا ريسبيراسيون سو فيت بار ديفيزيون دو او اثنان ا ترافيرس لا باروا سيلولار. غطيح لكم واحد يعني شنو هي ايروبي، سي كوا سا فيدور ايروبي، ايروبي يوتيليز او اثنان دو لا ريسبيراسيون، يعني كتحتوي لنا على او اثنان في التنفس، يعني هذه هي ايروبي، يعني الا سولوك مثلا شنو هي ايروبي راه هي كتوتيليزينا يوتيليز او اثنان دو لا ريسبيراسيون صافي، يعني هادشي اللي كاين في ايروبي. العكس ديالها يعني المرادف ديالها ولا الضد ديالها فهي انيروبي. وكذلك سي كوا سا فو دير ديفيزيون دو او اثنان، فهي تو سامبلومون اونتري او اثنان دون لا باروا دون لا باروا اي سورتي سي او اثنان، يعني مثلا الى سولوكم حتى لا ديفيزيون راه هادشي غتقول لهم تو سامبلومون اونتري او اثنان، يعني دخل او اثنان وكتخرج لينا سي او اثنان باغ لا باروا سيلولار. و دابا غندوزو للنوتريسيون اي ديجيستيون، سي كوا سا فو دير لا نوتريسيون، فهي التغذيه، يعني نتوما دابا غنوريكم هادشي حيت غتبقاو تسمعوا في الكور جي، غنبقى نقول لكم المصطلحات باش في الكور جي غتكونوا نتوما ديجا عارفينهم. نوتريسيون هي التغذيه ديالها، قال لك يعني دو مود دو نوتريسيون، عندنا جوج يعني عندنا جوج ديال لي مود في التغذيه ديال لي بروتوزوير، يعني عندنا جوج، عندنا لا بريداسيون اللي هي كتكون ليبر، وعندنا لا فيلتراسيون او بياج اللي هي كتكون فيكسي. شنو كنقصدوا يعني البريداسيون اللي هي كتكون ليبر؟ يعني كيكون عندنا مثلا يعني واحد البروتوزوير كيخرج لنا واحد الارجل الكاذبه كما كنقولوا بالعربيه، يعني ارجل كاذبه وكيحيط لنا على ديك الفريسه ديالو مثلا بحال هكا، كيحيط على الفريسه ديالو صافي وكيفترسها. وبالنسبه هنا للفيلتراسيون شنو كتعني؟ يعني عندنا التغذيه كتدخل للخليه عن طريق لوندوسيتوز، يعني هذا هو الشرح ديالو. دابا غنشوفوا لا ديجيستيون، يعني وراها لا ديجيستيون ماشي هو النوتريسيون، احنا غادي نشوفوا سي كوا سا فيو دير لا ديجيستيون، يعني فهو الهضم تو سامبلومون، هو الهضم غتكونوا ديجا عارفين لا ديجيستيون هو الهضم، ولكن شنو الفرق يعني الهضم مثلا هذيك النوتريسيون هي فاش كتبغي تاكل وفاش كتبغي تاكل ياك، والديجيستيون يعني هذيك الماكله اللي كلات باش كتهضمها، يعني هادشي اللي غادي نشوفو دابا يعني التعريف ديالو ايطاب باغ ايطاب، يعني كيفاش كيتم الهضم عند هاد لو بروتوزوير. انا غادي نعطيكم كيفاش كيتم يعني الهضم. قالك هنا لا فاكيول ديجيستيف اي لوغانيت بيرميتون لا ديجيستيون انتراسيلولار لي زونزيم ديجيرون لي زيليمون فاكوسيتي، وعندنا لي ديشي نون اسيميلابل ريستون دون لا فاكيول.
يعني بلا ما يتعقد لكم الامور ولا شي حاجه باش تحاولوا تفهموها. يعني هذا البروتوزوير عندهم واحد الفاكيول اللي هي فجوه ديجيستيف كتعاونهم يعني باش كيديروا لنا الهضم صافي. يعني هذا هو الشرح ديالها باش تفهموها باش ما تدوخوش. هذا هو الشرح ديالها. ودابا غنشوفوا ليكسكريسيون بعد يعني ماكلات كدير لنا الهضم كدير لنا الاخراج اللي هو اكسكريسيون. يعني انا غادي كنعطيكم في لي مون سيونتيفيك بالنسبه للاخراج ديال لي بروتوزوي غادي نشوفوه دابا يعني كيفاش كيدير يعني كيفاش كتفرز لينا داك الشيء يعني الفضلات اللي كيبقاو داك الشيء كيفاش كتفرزوا. احنا غنشوفوا دابا يعني سي كوا سا فيو دير ليكسكريسيون. هي تو سامبلومون اليميني لي ديشي ازوتي. يعني فهي يعني الاخراج كيتم مثلا الى شفنا هنايا قال لك شي لي بروتوزوي لا بلو غون بارتي دو ليكسكريسيون اي اسيوري ا ترافيرس لا مومبران سان ان intervention d'organites tout le tour de la cellule et en contact avec l'eau, ce qui facilite les passages. يعني شنو قال لك هنا؟ يعني الاخراج كيتم عن طريق لا مومبران. يعني وعندنا عندي واحد الخليه اللي كتكون هي كونتاكت مع الماء لحقاش يعني لا بروتوزويز كيعيشوا لنا في الاماكن الرطبه فهو كيسهل لنا عمليه الاخراج. من بعد ما شفنا ليكسكريسيون اللي هو الاخراج دابا غنشوفوا لا لوكوموسيون. لا لوكوموسيون هي الحركه. يعني سي كوا سا فيديو لا لوكوموسيون؟ مثلا الا عطاوكم ديفينيسيون ديالنا بار ديفينيسيون فهي تو سامبلومون يعني تو سامبلومون ديبلاسمون دو لا داك لي زيغ فيفون. مثلا هنا هي ديبلاسمون ديال لي بروتوزوير. يعني فينا بلاصه كيتواجد داك لو بروتوزوير ولا ديبلاسمون يعني بحال هكا. يعني لوكوموسيون هي الحركه. On trouve trois types de structures locomotrices. عندنا ثلاثة الأنواع يعني ثلاثة البنيات ديال الحركة. عندنا لي بسيدوبود وعندنا لي سيل وعندنا لي فلاجيل. يعني شنو هو الشرح مثلا ديال لي بسيدوبود؟ نتوما ما غادخلوش في التفاصيل يعني علاش ما كتبتوش ليكم. غادي تمشي تقراو ان شاء الله في الفونيستيك والفيولوجيولوجي انيمال في اس 4. غادي مثلا يقدر يقول لكم غير انواع ديال لوكوموسيون ديال لي بروتوزوا غتقول لهم غير ثلاثه ما غاديش تدخلوا في لي ديتاي. ولكن بالنسبه للي بسيدوبود يعني ان داك سيتوبلازم كيدير لينا واحد التفرعات بحال كنقولوا يعني كيتجدد بحال كيتجدد لينا بهذا المعنى. وبالنسبه للي سيل شنو هما؟ يعني لي سيل فهما يعني واحد الشعارات كيكونوا صغار على ديك البروتوزوير وكيكونوا كثار يعني كيكونوا بلي نومبرو يعني كيكونوا كثار بزاف. وبالنسبه لي فلاجيل فهما بحال داك لي فلاجيل هما الاصل ديالهم بالعربيه هو الديل. يعني واحد الديل واحد الديول كيكونوا طوال بزاف يعني طوال بحال هكا وكيكونوا رقاق يعني كيكونوا رقاق وكيكونوا مونومبرو يعني قلال ما كيكونوش بزاف على عكس ديال لي سيل. دابا نشوفو لي بسيدوبود كونستيتيي 4 تيب. يعني هاد لي بسيدوبود كيتكون لينا من ربعه ديال الانواع. غنشوفوهم دابا. عندنا لي لولوبود لي فيلولوبود وعندنا لي ريتيكولوبود وعندنا لي اكسوبود. ودابا غادي نشوفو لا روبروديكسيون يعني التوالد ديالهم ولا بحال هكا كيفاش كيديروه هاد لي بروتوزوير. يعني تقريبا توت لي زيتر فيفون كيكونوا عندهم يعني جوج الانواع يا اما روبروديكسيون سيكسيي ولا اسيكسيي. بالنسبه لي بروتوزوير غنشوفوا عندنا لا ملتيبليكاسيون اسيكسيي يعني التوالد اللاجنسي. كيفاش كيطرا التوالد اللاجنسي؟ نبداو اول حاجه في لا ملتيبليكاسيون اسيكسي التوالد اللاجنسي كيفاش كيتم. كتكون عندنا لا فيزيون بينير. لا فيزيون بينير شنو التعريف ديالها ولا شنو كدير؟ لا سيلول سو ديفيز اون دو. يعني هذه راه ساهله يعني الخليه كتنقسم لينا لجوج. يا يعني اما كتنقسم على شكل لونجيتيدينال هي شي لي فلاجيلي ولا ترانسفيرسال. شنو كنقصدو بلونجيتيدينال؟ ان الخليه كتنقسم على طول. يعني كيفاش كتنقسم على طول؟ يعني كتنقسم على طول ماشي العرض بحال هكا. يعني كتنقسم لنا على طول. وهاد ترانسفيرسال والترانسفيرسال يعني كيتم الانقسام ديال الخليه عرض. يعني عرض هذه طول وهذه عرض. هذه كتكون مع مثلا شي لي فلاجيل دوك الطيول وهنا شي لي باراميسي. دابا غنشوفوا البورجيونمون. البورجيونمون ديجا انكم قريتوه يعني في لومبريولوجي يعني اس 1 ديجا غتكونوا قريتوه عارفين شنو كي يعني كنقصدوا به. هو كابابل دو كونستيتي ان انديفيدي كومبلي كي سو ديتاش لانديفيدي سوش.
يعني باش هو واحد الطرف كيتقطع لينا مثلا غير من لي بروتوزوي وصافي، وكي يعني وكيبقى كبار بحال هكا وكيولي كيشبه لهذاك يعني الاب ديالو اللي هو اللي قطعناه منه مثلا، قطعناه من البروتوزوي وداك الطرف غادي يبقى يكبر بوحديتو وغادي يولي كيشبه الاب ديالو. يعني هذا هي لو بورجورمون. ودابا نشوفوا اخر حاجه عندنا، فعندنا يعني في الغوبروديكسيون اسيكسيو فيها ثلاثه، فيها لا فيزيون بينير، فيها لا بورجورمون، وفيها كذلك لا ديفيزيون ملتيبل. يعني هاد لا ديفيزيون ملتيبل ما درتش لكم يعني شنو كدير، ولكن فهو انقسام تاع النواه يعني بزاف يعني جوسكا 8، يعني كيبقى انقسم لينا القسام تاع النواه وكينقسم لينا كيكون قسامات عده انقسامات. وقالت لنا اخر حاجه بطبيعه الحال في لو برودكسيون هي لا ملتيبليكاسيون سوكسيي. لا ملتيبليكاسيون سوكسيي هي فيها ثلاثه، فيها عفوا جوج، فيها لي تيروغامي وفيها لوتوغامي. ها انا غادي نوريهم لكم هنا ليتيروغامي او لوتوغامي. نبداو اول حاجه بليتيروغامي. هاد ليتيروغامي سو تروف دو تيب دو غاميت، يعني كيكونوا فيه جوج ديال لي غاميت، الذكر لا فيميل اي لا مال، كيكون فيه الذكر والانثى، وكيكون فيه حتى هو يعني كيكونوا فيه ثلاثه ديال الانواع، يعني ثلاثه ديال الانواع عندنا لا غاميتوغامي لا غاموتوغامي وعندنا لا كونجوغيزون. يعني هادو اللي غادي خاصني نشرحهم لكم، هاد لا كونجوغيزون تقريبا شارحه راسها براسها. بالنسبه لا غاميتوغامي بالنسبه لا غاميتوغامي فيها ايزوغامي وانيغامي. ايزوغامي شنو يعني كنقصدوا بها؟ الا كانوا متشابهين مورفولوجيكمون فكيتسموا ايزوغامي، الا كانوا ديفيرونت مورفولوجيكمون فكيتسموا لنا انيزوغامي. ودابا غنشوفوا لا غامونتوغامي. لا غامونتوغامي ما عرفتش كيفاش غادي نشرحها لكم بصراحه، يعني هي اللي كتعطينا واحد لوغان بلا ما كدوز لينا من هذاك لي غاميت، يعني بلا ما كدوز لينا من هذا الشيء من هنا، يعني كتعطينا تو سامبلومون كتعطينا يعني واحد بلا ما كدوز من لي غاميت كتعطينا واحد الاورغانيزم اللي هو جاهز. يعني هذه هي الشرح ديالها. وبالنسبه لا كونجيليزون هي لي شونج دو لا نوايو، صافي راكم عارفينها. وقالت لنا اخر حاجه هي لوتوغامي. يعني فكانت هذه هي نهايه الفيديو. وكيف ما شفتوا انا درت معكم واخا الفيديو طويل بزاف، ولكن الصراحه بغيت يعني باش نحيد كاع هذاك يعني باش يقول لي شي واحد راك نقصتي فقره ما نقصتيهاش. المهم انا درت الفقرات كاملين من ا حتى لزاد، يعني الا قلبت البوليكوب ديالكم يعني هذا الشيء اللي غتلقاو، وراه غتلقاو نتوما يعني مثلا في لي فيزيون بينير غتلقاو التعريف ديالها، وغتقراو تلقاو لي زيكزامبل تلقاو بزاف. يعني انا كنعطيكم غير ريزومي، وحاولوا ضروري تطلعوا على البوليكوب ديالكم تشوفوا داك الشيء اشكال مربع تحت لكم يعني لا فيزيون بينير الشكل ديالها داك الشيء كيفاش كتكون، حيت في البوليكوب كيكونوا شارحين لكم من ا حتى لزيد، يعني شي حوايج غير كيزيدوهم باش تفهم حتى شويه. المهم استودعكم الله الذي لا تعدي وعدكم، نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله مع الشابيتر الثانيه كذلك نحيدوها باش نستعيدوا الموضوع ان شاء الله.